أمرك سيادتك، كله تمام، جاهزين للانطلاق. ياه، قشتوا الزيت وظبطوا المية؟ تمام سيادتك. هو حضرتك بتتكلم على 132 برتقالي ولا؟ أصل مش ممكن تكون بتتكلم على المكوك، مش ممكن. هطلعوا الفضاء ب 32؟ اسكت خالص. توكل على الله. ظبطوا الكاوتش على 30 وجهزهم للانطلاق. تمام سيادتك. علم من القادة هيوستن إلى تحطمس 13 بسم الله الرحمن الرحيم، في خلال 10 ثواني هيبدأ الانطلاق. 10 9 8 6. ايه في 7 في النص؟ أنا قلت 6 قبل كده. لا أنت ما قال 7. نط الأربعة يلا. 4 3 2 1. انا خلصت. في صفر. صفر. قول انطلق. انطلق. مش ممكن. وبالنبي وبالنبي ايه المكوك باظ؟ لا اصل انت لازم تكلكلها كده وانت بتدور المارش، الكوري كله كده. هو المكوك ده هونداي؟ لا ميتسوبيشي. اه يبقى الماني بقى. طب عدم المؤاخذة، هو انت مستحمي ومتوضي؟ متوضي من الفجر وما نقطش. وبالنبي يا سلام، محلى الفضاء سبحانه. نحن الآن خرجنا من الغلاف الجوي إلى الفضاء اللانهائي. نرجو من السادة المسافرين فك الأحزمة والاستمتاع والاستجمام بالرحلة. افرحي يا دي القادر، افرحي يا دي القادر، هياك عروسة مودر، هياك عروسة مودر، افرحي يا دي المندرة، افرحي يا دي المندرة، هياك عروسة سكرة، هياك عروسة سكرة، رش النزك مية، سك 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 بالليمون واللي بحبه طلع مجنون وسكسي.
يا باشي قوم اتحزم مرقص معاهم يا باشا، فيك احنا في رحلة. انت اللي بتقول كده يا عم علي، فاكرين نفسهم رايحين حديقة الفسطاط، حنا بلدي هي. مش ولا يهمك. تخلص بس المهمة، أول ما أروح إن شاء الله هحبسهم كلهم. أحلى نص شنب يا عم علي. سكسك حصلت سكسك في المكوك. لا تعمل حاجة والله أنا عارفك. إيه؟ لا يا باشي. ونسى الدنيا ضميني ونسى الناس ضميني ونسى الدنيا مش في رحلة للقناطر. يا باشا خليك في رشة، احنا في رحلة. فعلا رحلة. طب وعم حمادة عنده بطة بتعمل كده اهو. لا 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 بلاش البطة احسن، انا عندي فوق البطة. ايوه ابعد البطة حزلقوه، هنموت كلنا. يا عم دي مجرد بطة. لا لا انا بخاف من البطة. لا يا حزلون بلاش البطاره. يا عم دي بطه. لا بص انا على حاجه احتمارها وزه. بص لا 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 اوبا دي لمبه السربنتينه طفت، انا اروح اشيك عليها وبالمرة زود الريديتير مية. اتفضل سعادتك. اوعى تمام مني يا عم علي. ما تقلقش سعادتك انا مفنجل. استاذ ممدوح. عايز ايه؟ تشرب مية؟ مش عايز منكم حاجة. حسب البطة. مساء الفل يا ابو خير. مساء الفل يا هندسي. استاذ ممدوح بقى شاك نفسه علينا، عزمت عليه بميه رفض. عارف ليه؟ ليه؟ عشان مش معدنيه. اتفضل. تشكر يا هندسي. ما تزعلش، هم اولاد الناس كده. ليه متخرج من الجامعه الامريكيه ولا مؤاخذه يعني بيقعد على كشتي ياكل سيزر سلط؟ الكلام الفاضي ده. عارف عارف الناس دول. اساسا الميه المعدنيه اساسا بيجيب الكلى عشان فيها معادن. هو عامل معاك ايه؟ هو ايه؟ المكفوك. لا زي الفول. جراي؟ جراي وبيجري. ما شاء الله جراي وبيجري. انت شغال عليه بقى بقالك قد ايه؟ انا شغال على المكفوك ده من 89. ما شاء الله. امال ده احنا من رواد. ما يبانش عليك. بسم الله ما شاء الله. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ وانت كده وانت ماشي في طريقك ربنا يستر طريقك طبعا، لما بيطلع عليك حد فضائي يثبتك وكده تتصرف ازاي؟ انا بتعامل معاه بالمطوه الفضائيه. ايه ده؟ يا ابني الايه؟ ساموراي. صايع. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ عارف بقى لو بيتف خلو توم لما تضرب بيها اي حد ما يلمش الجرح. لا انا ببيتها في نيون. في نيون؟ فكرة برضه. جربت بيتها في يورانيوم؟ جربت. تلم التاني يوم. انت بتاخد شوية بندق؟ بندق؟ مش انت سنجاب؟ سنجاب ايه؟ سنجاب ايه؟ يا اخي هو سنجاب يا حرام عليك. انا عدت الطار. في ايه؟ في ايه ده؟ لو راح مني ده هنروح فوق جلام كلنا. يا عم هو عصب يا عم. الحقني سعادتك. مالك يا عم؟ بعيد سنجاب على اخر الزمن. مين اللي قال عليك سنجاب؟ الشلل وسنجاب. قال عليك سنجاب؟ قال علي سنجاب سعادتك. سيد ممدوح. ايه؟ النيزك. النيزك؟ تن تن. حضرات السادة أفراد الطاقم رحلة 812 نرجو منكم الإفاقة الآن. سنبهوا شوية كده.
نحن على وشك الهبوط على أرض النيزك. نرجو ربط الأحزمة والتزام الكراسي. شكراً. من تحتمس 13 للقاعدة هيوستن. من تحتمس 13 للقاعدة هيوستن، هل تسمعني؟ من القاعدة هيوستن إلى تحتمس 13. أسمعك بوضوح، ابدأ الإشارة. يبدو الآن أمامي على الشاشة أنه توجد زمجرة كهرونيزكية، وهذا ممكن يؤدي بنا إلى هبوط حاد في الدورة المكوكية. هيبقى في شوية اضطرابات بالصلاة على النبي. شكراً. نتمنى لكم الهبوط سالمين، وسنظل على اتصال معكم. ايه ده؟ هو احنا هنتنيزك؟ مش هنتنيزك ولا حاجة، ما تقلقوش ما تقلقوش، قولوا الشهادة بس. جيب الهواء بسليمة يا رب، كنا ماشيين زي الفل. انا عارف ايه اللي حصل لنا. لا بعد الشر ما تقولش الكلام ده. ما هي ده؟ اصبر بس اصبر بس. النقطة بتاعت المكوك اختفت من على الشاشة. اختفت؟ وده معناه ايه؟ من القاعدة هيوستن الى تحتمس 13. هل تسمعني؟ حول. هل تسمعني؟ حول. ده مفيش رد. مفيش رد؟ وده معناه ايه؟ معناه ان الاتصال اتقطع بين القاعدة وبين المكوك.